نمشيو مباشرة لشيوات لالا مولاتي عند المستمعة خديجة أم نور وغادي نتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي توجد المستمعات اليوم. صباح الخير خديجة. صباح الخير أختي سناء. كي دايرة أختي سناء؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك خديجة، مرحبا. ربي يخليك، تحية لك والأخت مستقبلة المكالمات، ديما طاب تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف لالا خديجة، مرحبا بك. بارك الله فيك. مبروك ليك والأسرة ديالك. شكرا بزاف. الله يبارك فيك، مرحبا. نعطيك اختي سناء جنيحه تاع الدجاج. اييه على طريقه كنتاكي. اييه واخا كيجيو لداد، لكن كنجمعوهم هكا في المجمد مره نطيبوهم بطريقه مختلفه باش نبدلو شويه. اييه المهم في واحد البول نديرو 100 مليلتر ديال القشده الطريه تاع الطياب، كاس الا ربع ديال العنبه. اييه و100 مليلتر ديال الماء، كاس الا ربع، مع ثلاثه ديال البيضات، نخلطوهم مزيان ونديرو العطريه، شويه ديال البزار، الملح، التحميره، وشويه الخرقوم، شويه ديال الثومه غبره، وشويه ديال الفلفله حاره غبره، شويه ديال الزعتر نحكو هكا بيدينا، وشويه ديال الازير. اييه نخلطو مزيان ونرقدو في دوك الجنيوحات واحد ساعه ولا اكثر على حسب. اييه لان الوقت اليوم اكثر. اييه اه من بعد نسقطروهم ونمدوهم في الشابلير، تاهي نسموها بالعطريه، الملح والبزار وشويه ديال الفلفله حاره. اييه ونقليوهم، اما نقليوهم ولا نطيبهم في الفران، انا طيبتهم في الفران. اييه فعلا تفاديا للدهون، واحد يدخلهم الفران واللي تيبغيهم مره مقرمشين ممكن انه يقليهم. اييه صافي ونقدمهم هكا، نتمنى اخواتي يجربوا. انت كترقديهم في القشده الطريه في ديك لا كريم فريش. اييه في القشده الطريه والبيض والماء. اييه تبارك الله عليك. ونقسموا بديك العطريه ونخليهم من بعد نسقطروهم ونديروهم في لاشابليغ، اما نقليهم ولا نطيبهم في الفران. لاشابليغ في ذاك الدقيق الذره تاهي كتجي زوينه، ولا في ديك لاشابليغ جابونيز حتى هي مزيانه. كتكون دايره بحال الكوك. فيها العشوب ماشي عشوب. يعطيك الصحة، وكيف قلتي نحتفظوا بهم في المجمد لأن وليدات كيبغيو هاد الدجاج بهذا الشكل مقرمش، وكل مرة يعني نجبدوا منه. بصح تنجمعوهم مرة نطيبوهم بشي طريقة مختلفة. أييه